نذهب إلى خبر قناة السويس. والنهاردة الهيئة أصدرت بيان قالت فيه ردا على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية. قالت فيه الهيئة أنها تثمن ما ورد ببيان النادي عن حقية مصر في التعويض وفي الحصول على تعويض مناسب عادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافحة الإنقاذ والخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس بسبب جنوح السفينة ايفر جيفن، ولكن يعني توقفت أمام ما ألمح إليه البيان، بيان المملكة المتحدة أو نادي المملكة المتحدة للحماية، بأن هناك مسؤولية على الهيئة وأنه لا يمكن تحميل القبطان هذه المسؤولية. لأنه عندما هنحرر لكم بيان الهيئة، قال أنه في حالة عبور القناة داخل قافلة أو في حالة الملاحة داخل قافلة فإنها تخضع لسيطرة مرشدي قناة السويس وخدمات إدارة حركة مرور قناة السويس، كما تشمل هذه الضوابط سرعة العبور وتوافر القاطرات المرافقة. ده كان بيان بريطانيا أو لجنة الحماية أو نادي الحماية البريطانية. إيه هو نادي الحماية؟ ده النادي المسؤول عن التعويضات في حال حدوث مثل هذه الحوادث. معي على الهاتف سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق مساء الخير يا فندم. سنور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني ما ردكم على بيان نادي الحمايه البريطاني؟ احنا ردينا طبعا، شكرناهم على ان هم قالوا ان احنا لينا حق في التعويضات ويكون مبلغ عادل، لكن كان لينا اعتراض على حته ان المرشدين هم المسؤولين على الملاحه داخل القناه، لان في لائحه بتاعه الهيئه 1990 واللائحه دي معممه على الوكلاء كلهم وعلى المراكب كلها اللي بتعدي في قناة السويس، ان مسؤوليه المرشد هي مسؤوليه استشاريه فقط وليست مسؤوليه عن السفينه. المسؤول عن السفينه داخل قناه السويس داخل مجرى الملاحه وخارجه هو قبطان السفينه، من حقه ان يطلب اي مناوره ويعملها داخل السفينه، لكن يتحمل مسؤوليه لو كان في خطا من الاخطاء. فاحنا بنرفض بس ان احنا نقول ان المسؤوليه على المرشد، المرشد موجود فعلا بس رايه استشاري. بالنسبه للاطارات، احنا فعلا بنفرض اطارات على السفن، وكل سفينه بحملتها بحجمها بيتحدد ليها عدد من القاطرات، من قاطره واحده او قاطرتين بيبقوا صاحبين للسفينه عشان اي ظروف طريقه. ده حق الهيئه بقى، يعني ده حق الهيئه ان هي اللي بتحدد عدد القاطرات، والسفينه دي كان معاها قاطرتين مصاحبين ليها. يعني كان في بالفعل قاطرتين مصاحبتين للسفينه ايفر جيفن في لحظه عبورها المجرى الملاحي. طبعا، بس ما قدروش يعملوا حاجه طبعا لان السرعات كانت ازيد من المفروض الموجوده جوه المجرى الملاحي، والدفاع بتاع السفينه والحجم بتاعها اساسا السرعه، يعني كان صعب جدا ان القطرات تسيطر على السفينه وهي ماشيه بسرعه اكتر من اللي حددها القناه داخل الهيئه داخل القناه. طب والسرعه يا فندم، برضو انا فاكره ان حضرتك قلت لنا ان السرعه هي برضو يعني قرار القبطان وليس قرار المرشدين. طبعا قرار القبطان، حضرتك المركب بالكامل بيسيطر عليه ابطال السفينه، ومن حقه كمان انه يغير المرشد لو طلب المرشد هو مش مستريح له وحاسس انه مش بيأدي معاه كويس، استشارته مش مفيده، بيطلب تغييره من الهيئه ونغيره. طيب يطلب السفينه ما تخش عشان الجو وحش، الابطال برضه هو اللي يطلب، ما ندخلهاش. يعني احنا بنلبي طلبات الابطال عشان يبقى مستريح وبيكون بالقياده داخل قناه السويس.